قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشيانغ إن بكين مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا. وأدلى لي كوتشيانغ بهذه التصريحات لصحيفة ألمانية قبيل زيارته إلى بروكسل الأسبوع الجاري لحضور اجتماع سنوي مع قادة الاتحاد الأوروبي، حيث سيحضر لي الاجتماع الثامن بين قادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا، كما سيقوم بزيارة رسمية إلى كرواتيا.